Hello and welcome to the channel. I'm Dr. Sayed Madbouli. أهلا بكم في القناة، معكم الدكتور سيد مدبولي. This is actually going to be video number 3 in which we're going to introduce lesson 3 of unit 3. إن شاء الله ده هيكون الفيديو الثالث، نقدم فيه الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. Before you watch the video, don't forget to subscribe in the channel. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش الاشتراك. To support us with the likes, دعمنا باللايكس. To hit the notification bell to get all the videos I publish. دوس على جرس التنبيهات بتوصلك إن شاء الله كل الفيديوهات اللي أنا بنشرها. Share the video with anyone who may benefit from it. شارك الفيديو مع أي شخص ممكن يستفيد منه. And also send us your comments. Your comments are highly important. ما تنساش ترسل لنا تعليقاتك، تعليقاتك مهمة جدا بالنسبة لنا. Okay, so this is actually Unit 3, Lesson 3. If you're following up in the book, you need to go to page 30 of the student's book and page 16 of the student's workbook. هذه عندنا هو الوحدة الثالثة، الدرس الثالث. لو أنت بتتابع في الكتاب يبقى عندك صفحة 30 من كتاب الطالب، وبعد كده هيبقى عندنا الworkbook أو كتاب الأعمال الصفحة 16. Before you start, What is a summary؟ ايه هو الملخص؟ يعني انت ما بتلخص حاجة مثلا نص، ايه هو الملخص؟ عايزين تعريفه. Is it A, B or C? A long text that gives someone's opinion about something. يعني نص طويل بيعطي رأي شخص عن شيء معين. Or a short description that gives the most important information in a text. نص قصير أو وصف قصير بيعطي أهم المعلومات في نص معين. أو a text that gives the argument for and against something. أو نص بيعطي نوع من الجدال سواء في تأييدا لشيء أو أنك تكون ضد هذا الشيء. فطبعا السمري اللي هو السمري هو اللي هو a short description that gives the most important information in a text. أو نص وصف قصير بيعطي أهم المعلومات في النص. Okay. We come to listening. Listen to two friends talking about how to write a summary. اسمع بقى اتنين من الأصدقاء بيتكلموا عن إزاي تكتب summary ملخص. Put the things that you need to do in the correct order. حط الأشياء دي اللي أنت المفروض تعملها في الترتيب الصحيح. طبعا let's listen first and then we come back and put these things in the right order. Okay. خلونا نسمع وبعدين نرجع تاني ونحط الأشياء دي في ترتيبها الصحيح. طبعا زي ما أنتم عارفين I don't have the recorded materials. I'm going to read the audio script. طبعا أنتم عارفين ان انا ما عنديش الماده المسجله وانا بقرا اللي هو النص بتاع الماده المسجله. اوكي عامر، is that your homework هاني؟ قول ده هاني، هل ده الهومورك بتاعك اللي هو الواجب المنزلي بتاعك؟ Yes, what's wrong with it? It took me ages. قال له ايوه، ايه المشكله فيه؟ ايه الغلط اللي فيه؟ خد مني وقت طويل جدا. It took me ages معناها خد مني وقت طويل. I can see that it's very long. قالوا انا ايوه انا ملاحظ كده لانه طويل جدا. قالوا so what؟ قالوا ماذا اذا؟ Well, we were asked to write a summary and yours looks longer than the text we're summarizing. You know it should be shorter, right؟ بيقول حسنا احنا اتطلب مننا ان احنا نعمل summary ملخص، والنص بتاعك شكله أطول من النص اللي احنا المفروض بنلخصه. زي ما انت عارف المفروض ان هو يكون أقصر منه، أليس كذلك؟ قول له رايت، أليس كذلك؟ قال له yes I know that but I didn't want to miss anything important. قال له أنا عارف الكلام ده، أيوه أنا عارف الكلام ده، لكن أنا ما كنتش عايز إن أنا أفوت أي حاجة مهمة. So what was the text about? قالوا طيب النص كان عن ايه؟ قالوا I can't remember but it's all in my summary. لكن كل حاجة موجودة
انا مش قادر اتذكر كل حاجه موجوده في الملخص بتاعي. My friend, you need to think more and write less. قال له يا صديقي المفروض انت تفكر اكتر وتكتب اقل. Start by reading the whole text and try to understand as much as you can. ابدأ بانك تقرا النص كله وحاول انك تفهم كثير بقدر الامكان. Ask yourself, اسأل نفسك, what's the main idea? ما هي الفكرة الرئيسية؟ How would I explain it to a friend quickly? انا ازاي هشرحها لصديق بشكل سريع؟ Don't start writing anything until you have done that. لا تبدأ بكتابة اي شيء الى ان تقوم بعمل هذا الشيء. But you know me, I always forget something important. قالوا لكنك انت عارفني انا دايما بنسى شيء مهم. فعامر قال له then you should read the text again. قال له حينئذ المفروض انك تقرأ النص مرة تانية. But the second time underline the most important words or phrases in it. لكن في المرة التانية حط خط تحت أهم كلمات أو العبارات في النص. These are usually nouns for the things or people that the text is about. هي دائما بكون أسماء للأشياء أو الناس اللي النص بيتكلم عنها. Verbs for important actions, الأفعال اللي هي خاصة بأهم الأحداث. Or phrases for times and places, أو عبارات خاصة بالوقت أو المكان. قال أوكي. After that, try to only look at the important words that you underlined when you are writing your summary. قال له بعد كده حاول انك انت تبص على الكلمات المهمة اللي انت حطيت تحتها خط لما كنت بتكتب الملخص بتاعك. And just write complete sentences that fill in the gaps between those words. وحاول انك انت تكتب كمل كاملة اللي هي بتملأ الفراغات بين هذه الكلمات. قال له I see. قال له I see, فهمت. It's also helpful to use words or phrases that show the order in which things happen. قال له برضو يعني اللي بيكون شيء مساعد ان انت تستخدم الكلمات او العبارات اللي بتوضح ترتيب الاشياء حدثت فيها. Phrases like first, after that, or finally. عبارات زي first, اولا, after, بعد ذلك, or finally, يعني اخيرا. بسموها اللي هي ال signpost words, اللي هي كلمات اللي هي بتشير الى الترتيب. I'm sorry, I'm receiving a call. فكان المفروض يعني أغلق التلفون بتاعي. And then when you have finished writing your summary, read it again. وبعدين لما تخلص كتابة السمري بتاعك اقرأه مرة أخرى. Check that it's clear. And then look back at the original text to see if you have included all the important information. لما تخلص كتابة الملخص اقرأه مرة تانية، تأكد إنه واضح، وبص على يعني بص مرة أخرى على النص الأصلي لو عشان تتأكد إنك قمت بتضمين كل المعلومات المهمة. Okay, let's answer the exercise. خلينا بقى نحل التمرين. هنحط الأشياء بالترتيب اللي هو الصحيح. Okay, number one is going to be this. Read the whole text and try to understand it. هذه أول خطوة، هتقرأ النص كله وحاول تفهمه. Number two will be underline important words or phrases in the text. الخطوة الثانية هتحط خط تحت الكلمات المهمة أو العبارات المهمة في النص. Number three, start writing your summary while looking at the important words. ابدأ في كتابة النص بينما تنظر إلى الكلمات المهمة. Number four, fill in the gaps between the important words. املأ الفراغات ما بين الكلمات المهمة. Number five, read your summary again and check that it makes sense.
اقرأ السمر بتاعك مرة أخرى وتأكد إنه هو له معنى. And finally, check you have included all the important information from the original text. شيك إن أنت حطيت كل المعلومات المهمة من النص الأصلي. Okay. We come to reading. Read the text below, then choose the best summary of it. هنقرأ النص دول وبعدين هنختار أفضل ملخص، وعندي هنا هو A, B, or C، هي دي الملخصات المفروضة، هنختار الملخص الصحيح. Is algae أو algae the future of food؟ طبعا كلمة algae ده النطق اللي هو British pronunciation، النطق البريطاني. algae هو الأمريكان pronunciation. So the word has two pronunciations. الكلمة لها نطقين، algae واللي هو البريتش، والجي اللي هو الامريكان، ومعناها اللي هي الطحالب. هاي شايفين دي، دي الطحالب هي. So this is algae or algae. Okay. Is algae the future of food؟ هل الطحالب هي مستقبل الطعام؟ We will need to find sustainable sources of food in the future because there will be more people to feed and many places will be too hot and dry for agriculture. هنحتاج ان احنا يكون عندنا مصادر مستدامة للطعام في المستقبل، لان هيكون في ناس اكتر محتاجين انهم يتم اطعامهم، وكثير من الاماكن هتبقى حارة جدا وجافة كمان عشان الزراعة، يعني مش هتنفع للزراعة. لذلك so why don't we think about farms in the sea؟ لذلك لماذا لا نفكر في مزارع في البحر؟ Algae or algae are plants that grow very quickly in water and wet places. الطحالب نباتات بتنمو بسرعة في المية أو في الأماكن اللي هي رطبة. They are eaten by everything from the smallest fish to the giant whales. بتاكلها يعني كل شيء بياكلها، من أصغر الأسماك إلى الحيتان العملاقة. Some kinds of algae are called seaweed. بعض أنواع اللي هي الطحالب بتسمى أعشاب السيويد، اللي هي معناها أعشاب البحر. And this is a very popular food in China and Japan. وأعشاب البحر دي هي عبارة عن طعام مشهور جدا في الصين واليابان. Algae is very healthy and some scientists believe that a lot more people will be eating it in the future. الطحالب عبارة عن طعام صحي، وبعض العلماء بيعتقدوا أنه المزيد من الناس هتاكله في المستقبل. They hope that farmers won't need to damage the environment because they will be growing our food in the ocean. هم يأملوا أن الفلاحين المزارعين مش هيدمروا البيئة، لأنهم هيزرعوا الطعام بتاعنا في المحيط. In fact, scientists think that growing algae will help to clean the sea and improve the air that we breathe because algae makes a lot of oxygen. في الواقع انهم العلماء بيعتقدوا ان زراعه او نمو الطحالب في او زراعه الطحالب في سوف تساعد في تنظيف البحر وتطوير الهواء اللي احنا بنتنفسه، لان الطحالب بتنتج كثير من الاكسجين. But will you want to eat it؟ بل لكن هل سترغب في أكله؟ Well, you might not even notice. حسناً، ربما لا تلاحظ ذلك. Scientists are already using seaweed to replace salt and bread and some other foods to make it much healthier. العلماء بيستخدموا اللي هم أعشاب البحر عشان تحل محل الملح في الخبز وبعض الأطعمة الأخرى عشان تجعلها أكثر صحية. Okay. خلينا نشوف بقى which summary is the correct one.
او ذا بيست سمري. خلينا نشوف كذا ثلاث ملخصات. سي ويد مايت لوك بورينج، العشب البحري ممكن يبدو ممل، but some people enjoy eating it. لكن بعض الناس بيتمتعوا باكله. Now the fashion for eating seaweed is getting more popular around the world. الوقت موضة أكل الأعشاب البحرية منتشرة أكثر في حول العالم. At the moment في الوقت الحالي most people don't know about eating algae. معظم الناس ما تعرفش حاجة عن أكل الطحالب. But this is likely to change in the future. لكن من المحتمل أن هذا الشيء يتغير في المستقبل. As we try to find more sustainable sources of food. على أساس أن احنا بنحاول أن احنا نجد مصادر مستدامة للطعام. Nobody really wants to eat algae because it's not tasty. لا لا، ما فيش حد عايز ياكل اللي هو الطحالب لأنها ما ليست لذيذة. But people will be eating algae in the future because it will be the only source of food. لكن الناس هتاكل الطحالب في المستقبل لأنها سوف تصبح المصدر الوحيد للطعام. وطبعا هنا بي هي الايه، هذا هو الملخص الصحيح. Speaking, search the internet for different sources of food. دور في الانترنت على مصادر مختلفة للطعام. Discuss the question. ناقص الأسئلة دي. What unusual types of food will you like to try? إيه هي أنواع الطعام الغير عادية اللي تحب إنك أنت تجربها؟ What is the strangest thing you have ever eaten? إيه هو أغرب شيء أكلته؟ Did you like it? Why or why not? هل حبيت هذا الشيء ولا لا؟ Okay, I would like to try eating algae. I think it is very healthy. هنا طبعا ده مثال من الأجوبة. I will just try to speak about these or to answer these questions orally. نحاول بس نجاوب الأسئلة بشكل شفوي. Now we come to the workbook page 16. هنيجي بقى الكتاب الworkbook اللي كتاب الأعمال صفحة 16. Reading. Read the article quickly and choose the correct main idea. اقرأ المقالة بسرعة واختار الفكرة الرئيسية الصحيحة. خلونا نروح نقرأ المقالة وبعدين نرجع نحل التمرين دو سواء 1 or 2. Okay. Hydroponics. Hydroponics means اللي هي الزراعة المائية. كلمة hydroponics معناها الزراعة المائية. With the population of the world predicted to grow to around 10 billion by 2050, one problem we will have is finding enough land for food production. مع السكان العالم المتوقع انهم يزدادوا حتى 10 بليون 10 مليار في عام 2050. فاحدى المشاكل اللي هتواجهنا ان احنا كيفية العثور على ارض كافية للإنتاج الزراعي طبعا أو لإنتاج الطعام. A possible solution to this problem is using something called hydroponics. أحد الحلول لهذه المشكلة استخدام شيء بيسمى اللي هو hydroponics أو الزراعة المائية. Hydroponics is a way to grow plants without using any soil. الزراعة المائية دي طريقة لزراعة النباتات باستخدام اي تربه، ما بنستخدمش معاها اي تربه، بدون تربه يعني. Instead, farmers grow the plants in special water which contains all the food that plants need to grow. بدلا من ذلك هم المزارعين بيزرعوا النباتات في مياه خاصه تحتوي كل الغذاء الطعام اللي النبات بيحتاجه او كل الغذاء الطعام اللي النبات بيحتاجه عشان ينمو. This is a big help for farmers living in areas with poor soil. دي طبعا بيعتبر مساعدة كبيرة للمزارعين اللي بيعيشوا في مناطق تربة فيها فقيرة. يعني غير خصبة يعني. Hydroponics uses a lot less space than traditional farming. And surprisingly,
It also uses less water because the water that the plants do not use is reused. نظام الزراعة المائية بيستخدم مساحة أقل من اللي هي الزراعة التقليدية، والشيء المدهش إنه برضه بيستخدم مياه أقل، لأن المياه اللي النباتات ما بتستخدمهاش بيعاد استخدامها مرة أخرى. There are also fewer problems with insects. طبعا بقول لك برضه في مشاكل أقل مع الحشرات. Almost any plant can grow using hydroponics, and many plants produce more fruit and leaves this way. أي نبات، تقريبا أي نبات ممكن ينمو باستخدام الهيدروبونكس، والعديد من النباتات بتنتج المزيد من الفواكه والورقيات بهذه الطريقة. Some people argue that hydroponics is not very good for large farms because they need expensive computers to control the flow of water, light, etc. بعض الناس بتجادل ان الزراعة المائية ما هيش جيدة للمزارع الكبيرة لأنها بتحتاج أجهزة كمبيوتر غالية يعني مرتفعة الثمن للتحكم في تدفق الماء والإضاءة وخلافه to the plants للنباتات. But others argue that it could offer the best solution to future problems. لكن في ناس تانية بقى وتجادل ان ده ممكن يكون افضل حل لمشاكل المستقبل. Many scientists think that in the future we will be using hydroponics to grow food even in places where nothing grows now, such as deserts, Antarctica, or even space. بعض العديد من العلماء بيعتقد انه في المستقبل هنستخدم اللي هي الزراعه المائيه لانتاج الطعام في اماكن اللي هي لا تنمو فيها الان، لا ينمو فيها الطعام الان، ما زي الصحراء، زي الانتاركتيكا اللي هي طبعا هذه قاره الانتاركتيكا اللي هي المتجمد، المحيط المتجمد أنتاركتيكا، أو حتى في الفضاء. أنتاركتيكا هي قارة متجمدة، هذه أنتاركتيكا اسمها. Okay. Let's now answer the exercise. خلينا بقى نجاوب التمرين. Choose the correct main idea. طبعا a solution to the problem of insects. حل لمشكلة الحشرات. A new way to grow plants. طريقة جديدة لنمو لزراعة النباتات. How farmers can use less soil. ازاي الفلاحين ممكن يستخدموا تربة اقل. The best way to save water. افضل طريقة للحفاظ على الماء. وطبعا هنا هي B. A new way to grow plants. الفكرة الرئيسية هي طريقة جديدة لزراعة النباتات. Read the article again. Are these sentences true, T or false? Correct the false sentences in your notebook. هنقرا بقى المفروض نقرا ثاني وبعدين الجمل دي هنشوفها صح ولا غلط ونصحح الجمل اللي هي الخاطئة. In the future, there will be a problem finding enough land to grow things. في المستقبل هيكون في مشكلة انك تجد أرض كافية لزراعة لزراعة النباتات أو لزراعة الأشياء. طبعا دي true. In hydroponics you do not need to any soil for plants. في الزراعة المائية مش محتاج أي تربة للنباتات، وده طبعا برضه true، دي برضه كمان صحيحة. You do not need a lot of space for hydroponics but you need more water than on traditional farms. أنت مش محتاج مسافة يعني مساحة كبيرة للزراعة المائية، لكنك محتاج مزيد من الماء أكثر من اللي هي المزارع التقليدية. دي طبعا false وتصحيحها you need less water، مش هتحتاج مزيد ماء أكثر، لا هتحتاج ماء أقل. Number four, large farms using hydroponics often have problems with their computers.
المزارع الكبيرة اللي بتستخدم اللي هي الزراعة المائية دائما بيكون عندها مشاكل مع أجهزة الكمبيوتر، ودي طبعا برضو فولس وأداة تصحيح. They need expensive computers but do not necessarily have problems. هي بتحتاج أجهزة كمبيوتر غالية ولكن ليس بالضرورة أنه بيكون عندها مشاكل في أجهزة الكمبيوتر. In the future, we might be able to grow plants in Antarctica and even space. في المستقبل ممكن ان احنا نكون قادرين ان احنا نزرع النباتات في انتاركتيكا، اللي هي قارة انتاركتيكا، هذه قارة في قارة المتجمدة دي، اوكي، القطب الشمالي اعتقد على ما اتذكر يعني، او حتى في or even space، او حتى في الفضاء. فدي طبعا ترو، في المستقبل قد نصبح قادرين ان احنا نزرع النباتات في انتاركتيكا، في قارة انتاركتيكا القطبية، او حتى في الفضاء. circle keywords and phrases in the article. بقول لك هنا ضع خط دائرة على الكلمات والعبارات اللي هي الرئيسية في المقالة. Write a summary of the article on hydroponics in about 30 to 40 words. اكتب ملخص للمقال اللي عن اللي هي الزراعة المائية في حوالي ما بين 30 ل 40 كلمة. If you write the summary in the comments, I'm going to send you feedback. اكتب، لو كتبت ملخص في الكومنتس بتاع الفيديو انا هبعت لك ان شاء الله تعليق عليها. Remember، تذكر، when you write a summary، لما تكتب ملخص، think about the main idea of the article، فكر في الفكرة الرئيسية الموجودة في المقال. Use the most important words and phrases from the article، استخدم أهم كلمات وعبارات موجودة في المقالة. Link the ideas with phrases such as first, after that and finally، اربط الأفكار اللي هي موجودة في الملخص بتاعك بعبارات زي first, after that and finally، أولا بعد ذلك وأخيرا. Check the summary is clear and that you have included all the main ideas. تأكد أن الملخص واضح وأنك أنت قمت بتضمين جميع الأفكار الرئيسية. This is actually the end of video number 3 in which we introduce lesson 3 of unit 3. دي نهاية الفيديو رقم 3. قدمنا في الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. إن شاء الله أشوفكم في الدرس الرابع. Don't forget to subscribe in the channel. ما تنساش الاشتراك في القناة. To support us with the likes. ادعمنا باللايكس. To hit the notification bell to get all the videos I publish. اضغط على زر التنبيهات بتوصلك إن شاء الله كل الفيديوهات اللي أنا بنشرها. Share the video with anyone who may benefit from it. شارك الفيديو مع أي شخص ممكن يستفيد منه. And send us your comments. وبعت لنا تعليقاتك. Until I see you in another video, I wish you all success. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.